السلام عليكم everyone. والله السفر مش بس خروج وفسح وصرف وأماكن جديدة، في أشياء تانية كتيرة مش كل الناس بتتكلم عنها. في حاجات ممكن تكون مش حلوة في السفر، ولكن أنا بسميها جزء من السفر أو جزء من الرحلة. دلوقتي إحنا في الهوستل. الهوستل بتاعي أحلى حاجة إنه مريح جدا، تلاقي مكان تحط فيه حاجتك، تغسل تكوي تعمل فيه كل شيء. النهاردة هو يوم الغسيل، عندي كمية هدوم كتيرة جدا جدا ما غسلتهاش من فترة كبيرة، فمحتاج ان انا اغسل عشان بصراحة الموضوع بقى صعب قوي. فاول حاجة، هل ان انا هروح للاندري او لمكان يغسل لي الحاجة وادفع فلوس عليه؟ لا، انا هغسل حاجة بنفسي. ده اول جزء، انك انت بتحتاج تمينيمايز البادجت بتاعتك في الحاجات اللي مش مهمة قوي اللي تعرف تعملها عشان تقدر تستمر في السفر. فعشان نوفر يا صديقي، ايه رحت جبت مسحوق غسيل تقريبا ب7 رينجت، يعني تقريبا حوالي 20 جنيه مصري او 25 جنيه مصري، وبغسل الحاجة بنفسي، بغسل الاشياء بنفسي. لو ما بتعرفش تغسل محتاج تتعلم الغسيل، وانت مسافر محتاج تتعلم تعمل كل حاجة مش بنفسك، بس محتاج تتعلم تطبخ، تغسل، تعمل كل حاجة. خلص وارجع لكم على طول. بعد ما خلصنا مرحله الغسيل، دلوقتي بقى يجي وقت مرحله النشر يا جماعه. هي الفكره بس كلها انك انت يكون عندك مبدا اللي هو تتصرف، انك بتعرف تعمل الحاجه بنفسك. في ناس كتير هتستغرب دلوقتي، هتقول هو انت عامل الفيديو عشان تقول لنا ان انت بتغسل؟ عشان اقول لك ان انت محتاج تعمل الحاجات البسيطه بنفسك، بس محتاج انك انت تشوف ايه الحاجات اللي انت تعرف تعملها بنفسك عشان تقدر توفر منها فلوس عشان تقدر تسافر السفريه اللي بعدها. وتاني حاجه بقى بنصح بيها اي حد عاوز ان هو يسافر لفتره كبيره بتكاليف مش كبيره قوي، انك انت تقعد في جيست هاوس. ميزه الجيست هاوس انك بتكون قاعد في مكان في مطبخ، يعني هنا في مطبخ تقدر ان انت تستخدم، لو جايب حاجة وعايز تطبخها تقدر تستخدم الأطباق، تستخدم كوبايات تعمل حاجة، تسخن مية. في بعض الأحيان ممكن تكون حابب إنك أنت تطبخ، في بعض الجست هاوس بتوفر لك إنك تطبخ وبعضها لأ، بس الجست هاوس من أحلى الحاجات اللي أنت ممكن تقدر توفر بيها فلوس وأنت مسافر. في حاجة أنا ما أنصحش بيها، بس أنا بعض الأحيان بجيب مثلا إندومي وأعملها. بحب إن أنا مثلا ممكن يوم آكل مثلا إندومي، يوم تاني لأ، فترة مثلا مش معايا فلوس كفاية فباكل مثلا بجيب حاجات في السوبر ماركت وأقدر إن أنا اقلل الميزانيه بتاعتي شويه. لكن انا في العادي برجح انك تاكل كويس، يعني انا الفتره دي خاسس مثلا ان انا عارف ان انا مش باكل كويس، ودي حاجه لازم اهتم بيها. بس ان كيس ممكن في الاسبوع 4 ايام تاكل بره، ويومين مثلا او 3 ايام تجيب اكل من السوبر ماركت، اندومي. يعني دي الشنطه دي كلها مليانه حاجات بالسوبر ماركت، بحط فيها حاجات مثلا زي مستخدم العيش اللي هو التوست ده مثلا، ممكن يوم مثلا تجيب حاجه زي بينا باتر مثلا، حاجات من السوبر ماركت، فطار غدا، ممكن الفطار والعشاء من السوبر ماركت والغدا يبقى بره، بحيث ان انت تبقى عندك بادجت نوعا ما كويس. وتلاقي مكان، يعني لما تقعد في الجست هاوس تعرف تلاقي مكان تقعد ترتاح فيه، هنا ممكن تقعد تاكل، هنا ممكن تشتغل. يعني هي دي الميزه في الجست هاوس، ان انت بتعرف تقعد في المكان وتعرف تعمل حاجة، تعمل أكل، تعمل حاجة كأنه نوعا ما زي بيتك شوية. موضوع الاندومي ده، انك تعمل الاندومي بمية مغلية، ده بصراحة من اكتر الحاجات اللي بتسهل السفر نوعا ما. انا اتلسعت، ما انصحش بيها، دي علامة كونية ان انا ما استمرش في موضوع اكل الاندومي ده. انك انت تقعد في مكان زي جيست هاوس ليها ميزة وليها عيب. احيانا كتير قوي بحس بوحدة، يعني المكان النهاردة ما فيش اي حد خالص، فبعض الاوقات بحس ان في ناس معايا. احيانا بتحس بهدوء نفسي وانك انت مستقر ومالك المكان، بس بحاول اكسر الاحساس ده بان انا دايما اتعرف على ناس جديده، اخرج دايما كتير، ودي من عيوب السفر ومميزات السفر لوحدك. فمحتاج انك انت تختار انك انت دايما تحط نفسك مع ناس جديده. في جزء تاني دقني كبير قوي، شكلها كبير، محتاجين نحسن من شكلنا شويه. هنروح نحلق في مكان؟ لا، مش هنروح نحلق. من اكبر كمان المشاكل اللي قابلتها من ساعه ما جيت ماليزيا ان مفيش مكان بيحلق الدقن، مش بيعملوا شيفنج للدقن. حل ده شيفنج كريم، ده ب 15 رينجت، ده ممكن تستخدمه كذا مره. ده انك انت توفر لنفسك حاجات تستخدمها وانت بتسافر، زي مكان حلاقه شعر، حلاقه الدقن. نشوفكم بعد الحلاقه. اوكي، ذاتس جود، اي ثينك ذاتس بيتر. من الحاجات اللي انا عامل عشان الفيديو ده، ان انا بنصح كل حد بالمشاكل او السلبيات اللي ممكن تحصل لك وانت بتسافر، فبالتالي انت ممكن تتجنبها وانت بتسافر. من اكتر الحاجات، لو انت بتسافر لفتره طويله، يعني مثلا اكتر من شهر، فكره احساس ان اهلك وحشوك، بلدك وحشتك، وان وطنك او مكانك الاساسي وحشك، يعني ده احساس طبيعي جدا جدا
انك تحس بيه وانت مسافر. انا بتعامل ازاي مع ده؟ اولا انا بسافر لاني انا بحب ان انا اشوف اماكن جديده واجرب اكل جديد، يعني ما بقاش كل يوم بنام وبصحى في نفس المكان وفي نفس الشارع وبشوف نفس الناس، دي متعبه جدا على فكره، ولكن هي بتديك احساس ان انت بتشوف عالم جديد وناس جديده وحياه جديده، فبيخليك تغير وتبدل، بيخليك عندك اتساع فكري انك انت بحريه انك تختار البلد والمكان اللي انت ممكن تقعد فيه فتره او تعيش فيه او تشتغل فيه او تتعلم فيه، ولكن ليها سلبياتها. ولكن دايما بفكر نفسي هو انا ليه بدات اعمل الفيديوز وليه بدات اسافر وليه بدات اعمل ده. من اكتر الاشياء اللي ممكن تكون بتعمل عليك ضغط في السفر الفلوس. لو انت من الناس اللي عايزه انك انت يكون عندك الحريه انك تكون بتسافر وبتشتغل، فبالتالي وانت بتسافر ما تبقاش مرتبط بمكان معين او ببلد معينه، فتقدر انك انت تشتغل في اي مكان، فده بيبقى تحدي جدا في البدايه. فتقدر تكون بتشتغل اونلاين، فكره تغيير الشغل، تحويل الشغل، ان انا مش هرتبط ببلد معينه وهشتغل في اي مكان، هشتغل في اي بلد انا فيها، وانك تلاقي المجال اللي انت يكون مناسب ليك وتفضل تستمر في المجال ده وتفضل تكون مواظب عليه، ده موضوع متعب نوعا ما، ولكن لما بيحصل بيكون شيء مجزي جدا جدا. سابع عيب من عيوب السفر ومن اكثر الحاجات اللي بتقابلني في السفر هي فكره التغيير المستمر من مدينه لمدينه ومن دوله لدوله، ده بيكون شيء متعب جدا. يعني في مدينه كنت بنتقل ليها، مدينه اسمها بنانج ومدينه ثانيه اسمها لانكاوي. بنانج في المنتصف ولانكاوي يعتبر جزيره في اخر في اقصى شمال ماليزيا، فمن كتر ما هي بعيده جدا المواصلات ليها كانت صعبه جدا، وانا كنت حاطط بادجت معينه او ميزانيه معينه والميزانيه زادت بكتير، تنقلات ومواصلات وباخره. فهو ده بقى من الحاجات الغريبه في السفر، هي ميزه وعيب في نفس الوقت، تغيير مستمر جدا ولكن برتم سريع جدا جدا عن الطبيعي. فيا اما تقدر انك انت تستحمل ده يا اما ما تقدرش انك انت تستحمله. تامن حاجه من اكتر الحاجات اللي بجد في السفر هي مؤلمه جدا، فكره العلاقات، مفيش استمراريه في العلاقات. يعني دايما بقابل ناس ودايما بتعرف على ناس جديده في معظم الاحيان، لا اما انا بمشي يا اما هم اللي بيسيبوني، فالموضوع بيكون مؤلم جدا. في ناس تبقى علاقات سطحيه، وفي علاقات لما حد بتقعد معاه فتره كبيره او علاقه شخصيه او حد دخلت معاه في علاقه عاطفيه وبدات تحب الشخص ده وتحب وجوده، ففكره اللونج ديستانس ريليشن شيبس دي ما بتكملش، ان هو مش بيخليك تعمل علاقات دايما قوي، دايما بيخليك انك انت بتشوف ناس وبتفارقهم وتشوف ناس وبتسيبهم. رقم 9، السفر من اكتر حاجات اللي بيتم فيها صرف فلوس كتيره جدا، ودايما بتتعرض لفكره تغيير العملات. فكرة تغيير العملة بشكل عام من بلد لبلد، لو انت عملة بلدك مش قوية قوي فدايما هتحس انه قيمة الفلوس اقل من الطبيعي جدا. هنا في ماليزيا من ساعة ما جيت كل مدينة بتدي سعر صرف مختلف، وكل مدينة بتغير سعر الصرف بشكل مختلف. اكتر مدينة صرفت فيها بسعر قليل جدا مدينة لانكاوي، كوالالمبور صرفت فيها بسعر كويس جدا. كل ما تروح مدينة بتلاقي فيه تغيير غير طبيعي في سعر الصرف، فالفلوس عامل اساسي جدا في سفرك، ولكن انت بتعاني منها في بعض الاحيان، يعني حس انه الفلوس قيمتها مرة قليلة جدا. اهم شيء عايز اقوله، لو انت عاوز تسافر ما تحبطش، لو انت عاوز تسافر ما تركزش في السلبيات، ركز في الايجابيات. فكره انك انت تسافر محتاج انك تحدد، او انت عاوز تسافر ليه؟ عاوز تسافر عشان تعمل فيديوهات سفر، عاوز تسافر عشان تشتغل، عاوز تسافر عشان تتعلم، عاوز تسافر عشان تتعلم لغه، عاوز تسافر عشان تدرس. محتاج تقرر انت عاوز تسافر ليه. فكره ان انا عاوز اعمل حاجه وانا مش عارف انا ليه عايز اعملها وايه هدفي منها، ده هيبقى من اكتر الحاجات اللي هتخليك تفشل في الحاجه دي. بالنسبه لي في رحلتي للسفر، استكشافي للطرق اللي اقدر ان انا اخلي بيها السفر يكون بالنسبة لي اسلوب حياة، السفر جزء لا يتجزأ من حياتي. مجرد انك انت عرفت انك انت بتحب السفر وعايز تعمل حاجات ليها علاقة بالسفر، فيديوهات، عاوز تشتغل في السفر، عاوز تعمل حاجة، انك انت عرفت السكة او انك انت عرفت الطريق اللي انت عايز تمشي فيه، فدي بالنسبة لي وبالنسبة لك هتكون اول خطوة. المهم انك ما تبقاش بتسافر عشان خاطر حد، او ما تعملش اي شيء في حياتك غير السفر عشان خاطر حد، تبقى انت بتعمله عشان انت مقتنع انك انت عايز تعمله لنفسك. في الاخر قولوا لي في التعليقات، هل انتم متوافقين مع سلبيات وعيوب السفر اللي انا قلتها في الفيديو ده، ولا شايفين ان السفر شيء مميزاته اكتر بكتير من عيوبه؟ تابعوني على كل السوشيال ميديا وخليكم جزء من رحلتي المختلفه المغامره. انا سليم ترافلز، سلمكم الله، سي يو تومورو، سلام.